أعلنت تعاونية الصناعات الإماراتية الأولى من نوعها المتخصصة في الصناعات الغذائية في المنطقة عن افتتاح فرعها الأول في إمارة دبي وتحديدا في ند الحمر، وذلك بحضور سعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من الشخصيات العامة في المجتمع. وتعد تعاونية الصناعات الإماراتية هي العلامة التجارية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للصناعات الغذائية الإماراتية، والتي تم إشهارها من قبل وزارة الاقتصاد، والتي تهدف إلى إنشاء برنامج طويل الأمد للمساهمة الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وتحسين جودة بعض الخدمات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومنافسة، حيث ستقوم في مراحل قادمة بتصنيع السلع الغذائية خاصة الأساسية منها كالحبوب والأرز والتوابل والطحين والمعلبات وغيرها. تأسيس جمعية تعاونية جديدة في الإمارات وفي إمارة دبي من شأنه أن يرفد اقتصاد الدولة ويعزز نموه ويعزز كذلك تنافسية قطاع التجزئة. كل ما تأسست جمعيات جديدة كل ما ساهم هذا الشيء في استقرار الأسعار. نحن تركيزنا راح يكون على ما يسمى بالبلك سيل أو البيع بالجملة أو بالكمية. هدفنا طبعا العوائل بدل ما تتقضى أغراضها أو مشاريها كل أسبوع مرة أو مرتين، تأتي في الشهر مرة أو مرتين وتأخذ أغراضها. طبعا هذا لازم في عامل يعمل يكون جذب للمشتري. المشتري لما أو المستهلك لما يشتري بالكمية غير عن لما يشتري بالقطعة.